هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، واشهد ان لا اله الا الله. لما قال للخليل ابراهيم: يا ابراهيم اذن في الناس بالحج، قال ابراهيم: وما يبلغ صوتي يا رب العزة؟ فقال له مولانا: يا ابراهيم عليك الاذان وعلينا الابلاغ. يا ابراهيم، يا ابراهيم اذن في الناس بالحج، قال: وما يبلغ صوتي؟ قال: عليك الاذان وعلينا الابلاغ. عليك الاذان وعلينا الابلاغ. فلما صعد ابراهيم على جبل ابي قبيس بمكة المكرمة ونادى هناك، نادى: ايها الناس، ان ربكم بنى بيتا فحجوه. فقالت الارواح في عالم الغيب الامين: لبيك اللهم لبيك. صعد ابراهيم على الجبل هناك ونادى هناك في صحراء جرداء لا نبات فيها ولا ماء: يا ايها الناس، يا ايها الناس، ان ربكم بنى بيتا فحجوه. فقالت الارواح: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. اخ الاسلام، يا ذاهبين الى البيت الحرام، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن ارواحا، لقد اقمنا على عذر وعن قدر، ومن اقام على عذر فقد راح. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو خير من هلل وكبر، وخير من حج واعتمر، وبدين الله الحنيف امر بالمعروف ونهى عن الفحشاء والمنكر. اسمع الى سيدنا ومعلمنا ومرشدنا محمد وهو يقول: العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. الحج المبرور، والمبرور هنا صفة للحج، وصفة المرفوع مرفوع،
ليس له جزاء الا الجنة، هذه الجملة خبر للحج. فلو لم يكن مبرورا ما كان جزاؤه الجنة. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا زائرا قبر الحبيب الهادي، ابلغ رسول الله شوق فؤادي. اني بحبك يا رسول متيم، اني بحبك يا رسول متيم، وزيارتي اياك كل مرادي. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وان كنتم من قبله لمن الضالين، ثم افيضوا من حيث افاض الناس، واستغفروا الله، ان الله غفور رحيم. ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس 95 اقول لحضراتكم استعدوا الان واحضروا ثياب الاحرام، لاننا متوجهون باذن الواحد الديان الان الى زيارة البيت والوقوف بعرفات. نحن الان على موعد مع فريضة الحج، كيف نحج؟ هذا سؤال. كيف نحج؟ نحن الان متوجهون الى مطار القاهرة لنستقل الطائرة. اذا توجهنا الى المطار توجهنا محرمين، اما اذا توجهنا الى ميناء البحر هناك في مدينة السويس، فان الاحرام من مكان بحري يسمى رابغ، نحرم هناك من هناك. ولكن اخترت الطائرة حتى نذهب بسرعة، فقد طال شوقنا الى زيارة البيت. تعالوا الى هناك ونحن محرمون الان، فما هو الاحرام؟ الاحرام عبارة عن نية الحج، والنية محلها القلب. نخلع هذه الثياب التي نلبسها في الدنيا، ونتجرد من كل مخيط او محيط. ومعنى المخيط اي من كل ثياب مخيط، ومعنى المحيط اي من كل ما يغطي رؤوسنا، فالرؤوس عارية والاجسام تجردت من ثيابها، وليس في الارجل الا نعل دون الكعبين، بحيث لا يستر الكعبين. تجردنا من الدنيا وزينتها كما ولدتنا امهاتنا، وكما سنخرج من قبورنا للقاء ربنا. الاحرام تجرد قطعتان من القماش يستوي فيهما الحاكم والمحكوم والوزير والخفير والغني والفقير. احداهما تستر النصف الاعلى وتسمى رداء،
والاخرى تستر النصف الاسفل وتسمى ازارا. ليس هناك معرض للازياء، ليس هناك حب للظهور، الكل متساوون امام مالك الملك وملك الملوك. اننا لبسنا ثياب الاحرام ولبينا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اتدرون ما الذي يحدث ايها الاخوة الاعزاء لو ان الله قبض ارواحنا ونحن محرمون؟ اذا قبض الله ارواحنا ونحن محرمون فاننا نخرج من قبورنا يوم القيامة نقول لبيك اللهم لبيك. هذا هتاف الموحدين، هذا نداء المحرمين يوم الحساب يوم العرض على الله. يوم العرض على الله لبيك اللهم لبيك. ومشاهد القيامة كثيرة، هذا المشهد احدها. وهناك من المشاهد ما تسيب له نواف الاطفال، يأتي القاتل والمقتول وقد جاء المقتول معلقا بعنق القاتل واضعا يده على رأسه الى الله ويقول لرب العزة يا رب سله لم قتلني لما قتلني. وكم من اناس قتلوا وشردوا وسمينا قتلهم سلبيات وتجاوزات، سلبيات الثورة وتجاوزات الثورة. ايسمى القتل سلبية؟ ايسمى قتل النفوس الموحدة بالله تجاوزا؟ اذا كان الله قال في حق القاتل سواء قتل بسيفه او صدق بيده على حكم الاعدام على مظلوم، الله قال فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ايسمى هذا سلبية؟ اذا فماذا تكون الايجابية؟ ايسمى هذا تجاوزا؟ ما هذا الخلق العظيم مع الجنايات؟ ما هذا التأدب الجم مع سفك الدماء وهتك الاعراض؟ اسمع الى قول مبعوث العناية الالهية وهو يقول من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله ولو بشطر كلمة. صلينا الان ركعتين بنية الاحرام ودعونا الله قائلين اللهم انا نريد الحج فاسره لنا وتقبله منا. نحن الان قد وضعنا اقدامنا على سلم الطائرة وقلنا بسم الله، نحن الان اخذنا مقاعدنا وشددنا الاحزمة وقلنا الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أيها السادة العازمون على زيارة البيت استعدوا للطيران، ها
هي الطائرة تجمع عجلاتها وتمخر رقاب الهوان وتتوجه بنا الى مدينة جدة. نحن الان في مطار جدة وقد اخذنا طريقنا برا الى مكة. كرمها الله وادامها الله ورفع لواءها الله. وبين جدة ومكة 75 كيلو متر. البيت الحرام امامنا، البيت الحرام امامنا. تعالوا ندخل البيت من باب السلام. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. نحن الان امام بيت مالك الملك وملك الملوك وملك الملوك. ندخل من باب السلام. ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مكان البشر والقسمات، لدى الباب جبريل الامين براحه رسائل رحمانية النفحات. على كل افق في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. نحن الان في طريقنا لتسجيل اسمائنا في سجل التشريفات الالهية. اتدرون ما هو السجل الذي نسجل فيه اسماءنا؟ انها قبلة نطبعها على الحجر الاسود. هذا سجل التشريفات، هذا سجل التشريفات. نضع اصواعنا على الحجر بدون احداث صوت. الحجر هو سجل التشريفات الالهية، بحيث اذا كان عليه زحام سيكفي ان تشير اليه بيدك وتقول بسم الله الله اكبر. فان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا قال لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله: يا عمر لا تزاحم على الحجر فانك قوي حتى لا تؤذي الضعيف. تكفي الاشارة اليه. هذا الحجر، هذا الحجر هو السجل الذي سيشهد لنا يوم الحساب. يشهد لمن قبله، يشهد لمن اشار اليه. هو سجل تشريفات البيت الالهي، بيت مالك الملك جل في علاه. وبعد تقبيل الحجر تعالوا بعد ذلك لنطوف بالبيت الحرام 7 مرات ونحن على وضوء، ونقول في طوافنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نطوف بالبيت كما تطوف الأفلاك في مدارها. فالخلائق جميعا من الذرة إلى المجرة في حال طوفان وسعي. من الذرة الى المجرة الافلاك في مدارها، والذرة في نواتها. الذرة وهي اصل المادة عبارة عن الكترونات ونواة، والالكترونات وهي الكهارب السالبة تطوف حول النواة بما فيها من كهارب موجبة. ونحن تشبها بمخلوقات الله نطوف حول المدار الاصلي وهو بيت الله الحرام. وكون العدد 7
لان السماوات سبعة والاراضين سبعة، ولان الانسان بعد سبعة اشهر في بطن امه يكون صالحا للخلق والايجاد. فتشبها لك بالجنين في بطن امه بعد سبعة اشهر وهو ما يسمى بالاستواء العرشي للجنين، تتشبه انت بحال مولدك وبحال مهدك، فتطوف بالبيت سبع مرات تذكرة بان الخالق سوى خلقك في بطن امك بعد سبعة اشهر. تكون الاجهزة صالحة للعمل، الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والجهاز الدموي. فكما ان الشهور السبعة سوت خلقك فانك تطوف ببيت الله الحرام سبع مرات، وبعد الفراغ من الطواف تعالوا لنصلي ركعتين في مقام ابراهيم. في مقام ابراهيم صلينا ركعتين، ومقام ابراهيم هو المكان الذي كان الخليل يقوم فيه وهو ابن البيت. نصلي في هذا المكان لنستعيد الذكريات عبر القرون الخاليات. فرغنا من صلاة ركعتين، تعالوا الان لنتوجه لنشرب من ماء زمزم. تعالوا لنشرب من ماء زمزم باركها الله. وزمزم تجري بين عينيك اعينا من الكوثر المعسول منفجرات. واعلم يا اخ الاسلام انك اذا شربت من ماء زمزم فعليك ان تشرب منه بنية تريدها. ولذلك لما وقف الامام عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليشرب من مائها دعا الله بثلاث دعوات قال فيهن: اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. علما نافعا، رزقا واسعا، شفاء من كل داء. هذه الدعوات الثلاث ما تركت شاردة ولا واردة الا طوتها تحت جناحيها. ولما جاء الامام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ليشرب من ماء زمزم قال: اللهم ان نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له وانا اشرب منه بنية ان تزيل عني الظمأ يوم القيامة. شربنا من ماء زمزم وهو شفاء للاسقام. تعالوا الان نسعى بين الصفا والمروة. الصفا والمروة جبلان نسعى بينهما، نسعى بينهما سبعة اشواط، والمسافة بين الصفا والمروة 374 متر. 374 متر بين الصفا والمروة. والصفا والمروة، اما الصفا فيشير الى الازلية، واما المروة فتشير الى الابدية. الصفا صفاء ولقاء، يوم كنا في عالم الغيب واخذ الله علينا الميثاق
واشهدنا على انفسنا لست بربكم؟ قلنا بلى شهدنا. هذا هو الصفاء والنقاء والفطرة. اما المروة ففيها الري، فيها الحياة، اشارة الى ان الاسلام صفاء وحياة. نسعى بينهما لماذا؟ اشارة الى ان الحياة جهاد وعمل. فهاجر عندما عطش طفلها اسماعيل صعد في الصفا، تنظر اتجد ماء، ثم نزلت وصعد في المروة، المروة تنظر اتجد ماء، وظلت على هذا السعي وراء الماء 7 اشواط. واخيرا لما عرق جبينها وادت ما عليها، صدرت الاوامر من القيادة العليا، من الجبار جل في علاه الى الامين جبريل، ان يضرب الارض بجناحه، فنبعت عين زمزم. وشرب اسماعيل، وشربت البشرية جمعاء. شرب اسماعيل وارتوى، وما زالت البشرية وستظل تشرب الى يوم القيامة. ماء زمزم طعام طعم، وشفاء سقم. من شربها وهو جائع شبع، ومن شربها وهو مريض شفي باذن من يقول للشيء كن فيكون. ان السعى بين الصفا والمروة ليس مشيا اجور، وليس عبارة خالية عن المضمون، انه الجهاد. لا حياة للكسالى، ولا حياة للمستكينين، لا حياة للنائمين. هذه ام يعطش طفلها فتسعى فتسعى. مثلها في ذلك مثل ام عيسى، عندما ولدت لم يقل لها عيسى كلي رطبا جنيا وانت جالسة، انما قال لها وهزي هزي اعملي اعملي، وهي من هي في ساعة الولادة متعبة مجهدة متعبة مجهدة. اصابها من اللغوب ما اصابها، ومع ذلك لم يقل لها ادلسي وسينزل عليك الرطب الجني، وانما قال لها قومي وهزي اعملي. السعي بين الصفا والمروة جهاد. معاشر السادة الاعزاء، لقد طفنا وسعينا، نحن الان في اليوم 8 من شهر ذي الحجة. تعالوا نتوجه الان الى منى. ومنى عبارة عن بلد صغير يبعد عن مكة 6.5 كيلومترا. المسافة بين مكة ومنى 6.5 كيلومتر. هي ضاحية من ضواحي مكة، كحلوان بالنسبة لنا مثلا. تعالوا الان نقضي يوما في منى، هو اليوم 8 ويسمى يوم التروية،
لان الناس كانوا يملؤون فيه اواني الماء استعدادا للوقوف بعرفات. تعالوا، لقد صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، وبعد ان اشرقت الارض بنور ربها وسطع الشمس اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة، فتعالوا لنصعد على عرفات. تعالوا الان وقد اخذنا طريقنا الى عرفات، وعند مسجد نمرة صلينا الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا، وبعدما صلينا الظهر والعصر في مسجد نمرة أخذنا طريقنا للوقوف بعرفات إلى عرفات. الله يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات، لك الدين يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات. أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتحروا من غربة وشتات. تساووا تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك، ولا الأقبار مختلفات. هذه مئات الألوف، هذه مئات الألوف كأنها يوم الحشر، وكأن المنادي ينادى من مكان قريب. هذه هي مئات الألوف تأخذ طريقها كأنها أبواب السماء انفتحت بماء منهمر. الكل في ميدان واحد، الثياب واحدة، الأشكال واحدة، الألوان واحدة. من الذي جمع هؤلاء في هذا المكان؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ، من الذي جمع هؤلاء في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا المكان؟ هل جمعتهم أجهزة الإعلام؟ هل قام رؤساء مجالس إدارات المصانع بتوزيع الأموال عليهم؟ هل أخذوا علاوات أو مكافآت؟ هل قام أعضاء الاتحاد الإشراقي بجمعهم؟ هل جمعوهم من البلاد؟ هل وزعت عليهم بطاقات الدعوة؟ هل أحضرت لهم سيارات الناس، سيارات الأموال العامة؟ من الذي جمعهم؟ إن الذي جمعهم هو الله. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كيف كان هتافهم؟ هل هتفوا هتافات للاتحاد الاشتراكي بالروح بالدم نفديك يا فلان؟ لا، كذب ونفاق وضلال عشناه وما زلنا نعيشه، نفاق وكذب وبهتان، بهتان. اذا ماذا يكون هتافهم؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الله تعالى يوم عرفة يتجلى على الواقفين ويباهي بهم الملائكة المكرمين ويقول لهم: يا ملائكتي هؤلاء عبادي اتوني شعثا غبرا طاخين يرجون رحمتي ويخافون عذابي. اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لكم. ثم عندما تغيب الشمس ونفيض من عرفات يقول لنا علام الغيوب جل في علاه: افيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. كان الامام ابن عباس يوم عرفات يذكر الله ويقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فقال له احد الواقفين: يا ابن عباس، ان هذا اليوم يوم عرفة وهو يوم يستجاب فيه الدعاء، فلماذا تذكر الله ولا تدعوه؟ لماذا تقول لا اله الا الله ولا تدعو الله؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنه: لانني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن جبريل، يروي عن رب العزة انه قال: من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي، من اشتغل بذكري عن الدعاء اعطيته افضل ما اعطي السائلين. ولذلك قالوا الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. ان يوم عرفة يوم مشهود، وسمي عرفة لأن الأمين جبريل نزل في هذا اليوم وعرف فيه الخليل إبراهيم مناسك الحج. فلما عرفها في هذا اليوم سمي اليوم يوم عرفة، لأن الخليل عرف فيه مناسك الحج كلها. معاشر الإخوة الأعزاء، والآن غربت الشمس بذنوب الحجاج، فتعالوا نأخذ طريقنا إلى المزدلفة. وبين عرفات والمزدلفة 5 كيلومترات، 5 كيلومتر. تعالوا نقضي هذه الليلة في ميدان فسيح اسمه المزدلفة. ومعنى مزدلفة أي قريبة. نحن الآن نصلي المغرب والعشاء في المزدلفة، نصلي المغرب 3 ونصلي العشاء 2 جمع تأخير، نصلي المغرب في وقت العشاء كما صلاهما حبيب الله محمد، ونقضي الليلة في المزدلفة حيث الهواء عليل والنسيم بليل والسماء صافية الأزيل. نقضي الليلة في ذكر وابتهال ودعاء.
الملائكة من حولنا والرحمات تنزل علينا والبركات تحفنا والسكينة ترفرف بأجنحتها فوق رؤوسنا. أذن الفجر، أذن فجر يوم العيد، فتعالوا بعد أذان الفجر لننتقل إلى مكان آخر بعدما وقفنا بالمشعر الحرام بالمزدلفة. والمشعر الحرام مكان مبارك نقف فيه كما وقف سيدنا محمد، فنحن مع الحبيب محمد. مثلنا كمثل النعت للمنعوت او الصفة للموصوف، فالصفة تتبع الموصوف في الافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والرفع والنصب والجر. نحن مع الحبيب محمد اتباع، وهو المتبوع، هو النبي المصطفى. تعالوا بعد شروق الشمس الى منى، وبين المزدلفة ومنى 5 كيلومتر، 5 كيلو نقطعها الى منى. نحن الان اخذنا الجمار من المزدلف، اخذنا الحصيات التي سنرمي بها الجمار من المزدلف، وهي حطات صغيرة مثل حطات الفول. تعالوا نرمي الجمرة الاولى ب7 حصيات، وما فائدة رميها؟ هناك حجران، حجر يلكم وحجر يرجم، حجر يقبل وحجر يرجم. اما الحجر الذي يقبل ففي البيت الحرام، اشارة الى اننا سجلنا اسماءنا في هذا المكان. اما الحجر الذي يرجم فهناك حيث التقى ابليس بالخليل ابراهيم وقال له يا ابراهيم ان الذي امرك بذبح ابنك هو الشيطان وليس هو الرحمن. فاخذ الخليل 7 حصيات ورماه في هذا المكان وقال له اخسأ يا عدو الله. فنحن نرمي هذا المكان الذي عرض فيه ابليس للخليل لنرجم الشر حيث كان واينما كان وكيفما كان. ويأس ابليس من ابراهيم فذهب الى هاجر وقال لها يا هاجر اتعلمين الى اين يذهب ابراهيم بابنك اسماعيل؟ انه ياخذه ليذبحه. فقالت له هاجر يا عدو الله ان كان هذا بامر ابراهيم فلست ارحم عليه من ابيه، وان كان بامر الله فانا ابني سدر لامر الله الواحد الديان. الله الله الله، انا وابني فداء لامر الله. نعم المفتدي والمفتدى، اننا نرمي هذه الجمارة بهذه الحصيات اشارة الى ان هذه الامة وراء الشر بالمرصاد تضربه
ومهما عردد الباطل في عرصات الدنيا فلن تقوم له قائمة الا اذا غفل اهل الحق، الا اذا غفل اهل الحق. نحن نرجم المكان الذي وقف ابليس فيه ليمنع الخليل من تنفيذ الامر الجليل، وبعد رمي الجمار بسبع حصيات تعالوا نذبح الهدي جملا او بقرة او شاة اشارة الى اننا امة اضحي في سبيل ردها بالدماء. يجود بالنفس ان ظن الجواد بها، والجود بالنفس اقصى غاية الجود. تعالوا بعد الذبح لنحلق شعورنا، تعالوا بعد الحلق نرجع الى بيت الله الحرام لنطوف طواف الزيارة او طواف الركن او طواف الافاضة. ومن فضل الله تعالى على نساء المؤمنين انهن لا يخلعن ثوبا ولا يلبسن ثياب احرام سترا لحالهن على رؤوسهن الاغطية وعلى اجسامهن ثياب تستر العورات بحيث لا يظهر منها سوى الوجه والكفين، واذا نزل عليها دم الحيض تؤدي المناسك كلها، ولكنها يحرم عليها ان تطوف بالبيت الحرام. اذا نزل دم الحيض او النفاس على النساء فعليهن ان يؤدين المناسك كلها ما عدا الطواف بالبيت. ومن فضل ربك انه انبت شجرا في مكة يسمى شجر الاراك. هذا الشجر اذا شربت النساء عصيره رفع دم الحيض عنهن حتى يؤدين المناسك. اليس ذلك بقادر؟ فاذا ما نزل دم الحيض على المرأة عند الاحرام عندما خرجت من بيتها من هنا لتحج نزل عليها دم الحيض، اتجلس وتفوتها الطائرة او الباخرة حتى ينقضي الدم؟ لا، تغتسل وتضع قطعة من القماش في مكان نزول الدم، ثم بعد ذلك تؤخر الطواف بالبيت حتى يرتفع عنها دم الحيض. فاذا ما خرجت من هنا طاهرة ودخلت البيت طاهرة وطافت بالبيت طاهرة، وبينما هي متوجهة من البيت الى السعي بين الصفا والمروة نزل عليها الدم قبل السعي، تسعى ولا شيء عليها، تسعى وهي حائض وهي نفساء وتشرب بالماء زمزم وتقف بالعرفات وهي حائض وترمي الحصيات وهي حائض، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى يرتفع عنها دم الحيض. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ورحمة. تصلى بالبيت يوم العيد
اليوم العاشر من ذي الحجة، فتعالوا نقضي في منى ليلتين. في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة نرمي الجمار الثلاثة كل جمرة بسبع حصيات. وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة نرمي الجمار الثلاثة بإحدى وعشرين حصاة، فيكون مجموع الحصيات كلها في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر 49 حصاة. في اليوم العاشر 7 والثاني 21 والثاني عشر 21، مجموع الحصيات 49 حصاة. ايها الاخوة الاعزاء، وبعد الفراغ من رمي الجمار في منى، تعالوا مرة ثالثة الى البيت الحرام لنطوف طواف الوداع. معاشر السادة، نحن الان نطوف بالبيت طواف الوداع. فماذا نقول بعدما نفرغ من طواف الوداع؟ هذا سؤال اجدني في حاجة الى ان اجيب عنه بعد جلسة الاستراحة، وقبل ان نفارق مكة حتى يطول بنا زمان الوجود في البيت الحرام. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. كم قصور خالها الباني ستبقى وتدوم، ثابتات كالرواسي خالدات كالنجوم. سحب الدهر عليها ذيله فهي رسوم. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الحجاج، اطير بحضراتكم الان الى البيت الحرام لنطوف به طواف الوداع. نحن الان نطوف طواف الوداع استعدادا للرحيل الى بلادنا. وبعد الفراغ من الطواف، تعالوا لنقف قليلا عند باب الملتزم. نلتزم هذا الباب،
فماذا نقول ونحن واقفون بهذا الباب؟ نقول هذا الدعاء المأثور الذي ردده عبد الله بن عباس عليه من الله الرحمة والمغفرة. فماذا قال ابن عباس وهو واقف بهذا الباب؟ اسمعوا ماذا قال. كان يقول: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتي، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك، واعنتني على اداء نسكي. اللهم ان كنت راضيا عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم اصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة انك على كل شيء قدير. هذا اخر عهدنا بمكة. معاشر السادة الاعزاء، تعالوا الآن لنأخذ طريقنا إلى جدة. نحن الآن في مطار جدة، وها هي الطائرة تقلع بنا في الفضاء. نحن الآن في مطار القاهرة، وقد أدينا فريضة حجنا، وكما أعدتكم إلى هنا فإنني أعيدكم من هناك إلى هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو لكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. معاشر السادة الأعزاء.